يكتبها الله ان شاء الله خير. عيبك بالمسؤوليه صعيبه. نعم. تكليف ميزانيه شريف. الميزانيه تاع لافاف هذا ديفيسيت. الكره الجزائريه حديث ولا ما تخلعنيش دوكا من البدايه راك باغي تخلعني. خليني خلينا نمشيو مرحله بمرحله. المرحله الاولى راهي فاتت ان شاء الله تفوت على جميع المترشحين بهذه السهوله. نمشيو المرحلة الثانية وين نكلموا على البرنامج، ومن بعد كذلك تكون جمعية عامة، تكون انتخابات، واللي فاز بها ربي ان شاء الله يوفقه.